في كل مكان. ولد صاحب قرار وعنده رؤيه وعنده فيجن جميل. يمشي كره ثانيه على طول دي ماركو على ميولك. الله هدف فيديو كليب للانتر. دي ماركو لا 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 الجول ده. ايه المباراه الحلوه دي؟ مش ممكن. ايه الليله الحلوه كلها دي؟ الله عليك يا دي ماركو يا فنان. في الثمانيات ما راحتش للسبعات، ومن الكرات القليله تروح للثمانيات على طول. يا الله على الانتر وجماله. مش ممكن. مفيش مثاله. الانتر بجماله ليس هناك مثاله. ستيفانو توراتي يتلقى هدف تاريخي في مرمى عن طريق دي ماركو. يتقدم بهدف روعه في مرمى نادي فريزينوني. بص شوف الكره منين، من نص الملعب. مش ممكن. دي ماركو هدف تاريخي. زغرتت الكره جوه نادي فريزينوني لتعلن عن هدف تاريخي جميل. هكان والجول الثاني كان والهدف الثاني كان لصالح نادي الانتر في احلى تويت يا جماعه. الهدف الاول دي ماركو، وفي احلى تايمنج في الهاف تايم الثاني، وكان الراجل انزاجي يكتب سيناريو، وما اروع انه يكتب بهذه الطريقه. هدف في 3 دقائق في شوط المباراة الثاني تسبب فيه اللاعب ترام، ثم هكان شانالوجلو يسجل الهدف الثاني لصالح نادي الانتر. الدوري الايطالي السنة دي ناري، معلم كبير يا ولد. شوف حط هنا ستيفانو توراتي.